طبعا لاعب البرشا ولاعب الريال. فرصة أخرى لبرشلونة تحولت ولكنها أيضا مقطوعة، تأتي يا الله قذيفة قوية من راكيتيتش يسجل الهدف الثاني لمصلحة برشلونة. ميسي يوم سدد ضربة الجزاء كانت قوية ولكنها بعيدة، لكن يأتيك الآن الكرواتي ويعمل قذيفة قوية في شباك خيزوس، وبرشلونة هنا يتقدم بالهدف الثاني. هدف جميل للاعب اللي تكلفته 24 مليون دولار. لاحظ لاحظ يوم ما تهيأت إلى راكيتيتش، قذيفة قوية، هدف رائع لراكيتيتش، وراكيتيتش هنا يسجل الهدف الثاني. صارت 2-0 وقذيفة قوية. يعني شوف حارس المرمى حاول، ولكن الكرة وين؟ الكرة قوية جدا من راكيتيتش، وراكيتيتش يسجل.